الحاجة اللي أنا عايز أقول لكم عليها، وهي الحقيقة حاجة أسعدتني جدا امبارح لما زمايلي في الوزارة شاركوني فيها، هي إن العالمين جالها عدد كبير قوي من الجنسيات السنة دي. حد يقدر يقول لي نتوقع كام جنسية زارت العالمين السنة دي؟ بس مش الناس اللي أنا قلت لهم. ساعة سفير الكويت عمال يضحك لأنه كان هيقول، بس أنا اللي قايل له على فكرة، ما تسمعوش منه. تفتكروا كام جنسية؟ حد يقدر يقول رقم؟ يا جماعة ابتكروا، علوا صوتكم. 20؟ مين يزود؟ انت غشاش. لا هما 104 فعلا، بس حد غششك على فكرة، ومش عارف سفير اني دولة اللي غششك الحقيقة النهاردة، فمش عارف. 104 جنسية على فكرة، ده انجاز كبير قوي لو تاخدوا بالكم. 104 جنسية، يعني انت في 104 دولة حصل في word of mouth، هتتسمع عن المكان وتنقل عن المكان خبرة معينة سواء كانت إيجابية أو سلبية، وأنا متأكد أنها هتكون خبرة إيجابية إن شاء الله.